الممتلكات ديالو. كان اليوم واحد اللقاء أولا نعتبره بأن وقفة احتجازية ضد الدوريتين الوزاريتين اللي هما نازلين كصائقة على المستغل السائق سيارة الأجرة وعلى الأحكام اللي تصدرت ضد المستغلين. كنعرفوا بأن المذكرة الوزارية ما كتأمنش بها وزارة العدل، كتقول لك أنا ما عندي ما ندير بوزارة المذكرة الوزارية اللي يتابع الوزارة الداخلية، وهذا يعني بحد ذاته بأن بحال عندنا زوج حكومات، يعني كنا حكومة ديال وزارة الداخلية وكنا حكومة ديال وزارة العدل، ما فهمنا منها والو. تصدرات الأحكام ضد المستغلين ب 17 مليون كتميتو حز على الممتلكات ديالهم، كنتفاجئوا بها. كنا كنعانيو من مشكل ديال 444 طلبات من وزارة الداخلية باش يكون تعديل، فعلا الاتحاد الوطني لسيارة الأجرة عدل ودار المقترحات ديالو، راسلنا وزارة اللي هي معنية بالأمر وهي وزارة الداخلية على المقترحات ديالنا، وفي نفس الوقت راسلنا حتى الولاية الجهة على المقترحات ديالنا، لكن بدون جدوى وبدون جواب. كنتفاجئوا نزلات، حنا مازال كنتسناو في الجواب، تنزلات 750. المصيبه العظمى وهو داك السيد اللي كان كيدون هذيك 750 وهو خلق التناقض داخل في الطياد ديال هذيك المذكره اللي هي 750. فواحد الماده كيقول بان الا ما تم الكريمه على 6 شهور غادي نحيد الكريمه المستغل، وفي الاخر كيقول لك كيطلب عاوتاني من الاولاد استمراريه العقود. فهنايا حنا بغينا الوضوح، الا كانت تورث الشيخه وصيفور يتسرد فهذا عيب وحشومه، لان حنا الخطاب ديال سيدنا اللي كان دار ديال قطع الاقتصاد الريعي اليوم كنشوفوا بانه كيديروا التكريس ديال الكريمه، وهذا ما بقاش يعني خدام في هذا القرن اللي حنا خدامين فيه دابا او لا في الالفينيه، لان دابا المصيبه العظمى بان كاين 400 يعني ألف سائق كلها غادي يتسرد. كاين هناك في المدينه ديال طنجه تطوان كاين الناس سارين بعقود طويله المدى، اليوم يعني كلهم غيتسردوا غيتوقف لهم الكريمات. انا شنو هو الذنب الا ما تم الكريمه؟ واش انا خصني نفيق مع الصباح ونشري ليه بالسيروم باش يبقى حي؟ هذا ماشي يموت لا بغى يموت، هذاك القدر ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن ما يكونش الموت ديالو محسوب على الرزق ديالي. الرزق ديالي عطى لي ربي في سياره الاجره، ما يجيش اليوم يمنعوني من الرزق ديالي داخل قطاع سياره الاجره.